ممكن نحن طلاب جامعة يعني، فمثلا نتأخر عن صلاة الظهر فنصلي جماعة مستمرين صلاة الظهر بعد الجماعة الأصلية. نعم. استمرارا، فهل هذا يعني جائز على الاستمرار أم لا؟ في نفس المسجد؟ لا، في نفس المسجد الجماعة. لا أرى هذا، لأن هذا معناه التزامكم بإقامة جماعة بعد أخرى، لكن صلوا ما عندكم في السكن ودعوا المسجد لأهله يصلون صلاة واحدة. لكن لو كان مسجد مثلا على الطريق، طيب مثلا دائما يصلي فيه جماعة جماعة بعد جماعة، يعني لا بأس. المساجد التي على الطرق لا بأس أن يصلي الجماعات فيها، كلما جاءت جماعة صلت. نعم، لأن هذه المساجد لم تعد لجماعة واحدة، بل هي معدة لكل من طرق هذا الطريق.